وإلياه مصاب الصطب قلبك يا مصونة خلاج طول الدهر منحولة وحزينة قالت أني قلبي من اللوعه الذايب ما تنحص جروح إلا فيني من المصايب من صغر سني شافت عيون العجايب ما جفت دموعي على خدودي هتون. يلا يلا نبدأ مصايب. أني شفت أمي الزهراء يا ما بين الباب والجدار مكسورة الضلعين وهي تصرخ بالأخمار وينك يا حيدر ما تجي وتشلع المسمار وأبوي طلع بالأعاد ملببين شاهدت عيني والدي راعي الفراسة سيف ابن ملجم يوم صاب وشق راسه ولا فات بالضربة دواء وغابت انفاسه شفت الخلايق للمقابر شايلين شفت الحسن خويا جرع من كاس السموم مرمي على فراش المرض ما يقدر يقول ويلي يا ويلي بالطشيط ظلت جبدته تسبح بالدموم وبس هامهم نعشل أعاد مصوبين بعد وصلنا إلى أي مصيبة كم مصيبة عددناها الحين وشفت العزيز حسين مرمي فوق غبرة وشفت الشمر بن عال صاعد فوق صدره وشفت العزيز حسين مرمي فوق غبرة وشفت الشمور بن عال صاعد فوق صدره وقبال عيني شال سيفه وفصل نحره وراس المشكار بالأسنة معلقين بيت الدعاء بيت الدعاء صدقني هذا أعظم بيت بالقصيدة كلها بعد زينب قالت من بعد ما ظلوا على حر الوطية انهتك خدري وركبوني على مطية دشاني المجلس ساتر ما علي وقبال خي وقبال عيني راس خيم هالشمينه